في خبر آخر، وبعد إعلان خبر ترشح الجزائر للأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية، كشف عز الدين ميهو بأن القرار لم يحسم بعد، والاختيار النهائي سيعود للجنة المستقلة التي يرأسها المخرج الكبير محمد الأخضر حمينة، التي لم تكشف بعد عن العمل المختار، وسيتم ذلك في بيان رسمي ستكشف عنه اللجنة. هو فيه لجنة يشرف عليها المخرج الجزائري الكبير محمد الأخضر حمينة، والتي يعني وضعت يعني عدد من الأفلام للفصل. هي ستصدر بلا شك بيان للإعلان نهائيا عن الفيلم الذي سيشارك، لأن هناك عدد من الأفلام، قد يكون فيلم الشويخ وقد يكون فيلم آخر. يعني سنه هما كانت فيه الأفلام التي ذكر فيلم السينونوات لكلمة كريم مساوي، وكان فيه فيلم ياسمين شويخ قريب. هذه الأفلام التي يعني وقعوا. هناك فيلم أيضا، فيلم الآن يمكنهم أن يعودوا، اللي هو الفيلم لسالم إبراهيمي. هذه أفلام التي ذكرت لأنها تقريب الأفلام التي نالت جوائز، والأفلام التي يعني حققت حضور إعلامي وثقافي واسع. هي فقط هذا ما كان. وكان من المفترض مشاهدينا أن تكون مخرجة العمل إلى آخر الزمان المخرجة ياسمين الشويخ ضيفة على موعدنا الثقافي، لكنها اعتذرت في آخر لحظة نظرا لهذا الجدل.